خلينا نقول بسم الله ونبدأ في أول وصفة، هي عجة الفول الأخضر. عندي كيلو من الفول الأخضر، طبعا أنا بفصصه بظبطه. عندي بصلاية كبيرة تكون مفرومة، عندي حزمة كرات أو بصل أخضر اللي موجودة، 5 فصوص من الثوم، عندي حزمة كزبرة خضراء، عندي معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، عندي 6 بيضات أو 5 بيضات زي ما أنتوا عايزين، عندي ملح وفلفل، وعندي كمان شطة، وده حسب الرغبة، لو حبينا مشطشطة يا إما هنحط قرن فلفل، يا إما هنحط نص معلقة هريسة، يا إما هنحط شطة باودر، كمون وزيت وكريمة. هقول تاني، عندي كيلو من الفول الأخضر، عندي بصلاية متقطعة مفرومة أو متقطعة صغير جدا، عندي كمان حزمة كرات، 5 فصوص من الثوم، حزمة كزبرة خضراء، ومعلقة صغيرة كزبرة جافة، 6 بيضات، ملح وفلفل، شطة، كمون، زيت وكريمة. أنا الأول عملت إيه؟ أنا هبدأ أعمل حاجة لطيفة جدا. الفول ده عندي فيه اختيارين، يا إما إن أنا أفصصه فأنا أطلع من القشرة بتاعته دي، أطلع بالفولية نفسها، وده طبعا بيبقى لطيف جدا وأنعم. لو حابة أعمل شوية عجة لطيفة، يعني إن أنا أكون بصوا طلعه من القشرة بتاعته كده، مفيش مشكلة، في ناس بتحب تفصصه أوي بره القشرة بتاعته. ولو هو خلاص متواجد عندنا وتمام اهو، يعني افصصه بس بره قشرته، هو سهل جدا. بصوا بتطلع القشره اهي في ثانيه اهو كده اهي، واحده اهي كده، وافتحه واطلعه، بيبقى لطيف جدا، بيتاكل على طول، وبيبقى ناعم قوي صوفت، وبينفع في وصفات معينه. بس انا هجرشه في الكبه، وهضيف عليه شويه خضروات كده مع البصل، وبعدين اجيبه اعمله مع العجه، فتبقى عجه كده سلسه زي بتاعه السبانخ او قريبه منها. انا هنا بسلق بس شويه فول، بحطهم مع المرق، ورق خضار او مرق دجاج زي ما حضراتكم حابين، او مرق لحمه لو احنا هنستخدم معاها اللحمه المفرومه مش تعملوها ساده، للفته حطيت عليها رشه كمون، خليني برضه احط رشه ملح وفلفل كده، واقدر اجرشه برضو بعد ما يتسلق كده ويبقى نسبه 80%، اقدر ارجع تاني اجرشه واعملها فته مجروشه، يعني تتاكل كده ايه بالعيش، وبنحط لها زبادي، وممكن تحط لها زبادي وطحينه. طيب هاخد كده كميه الفول دي، احط منها شويه هنا، هحتاج بس ايه يجهزوا لي اول ما تيجي السكينه. خليني حاضر، هعيد المقادير مره ثانيه. عايزين بس السكينه بتاعت الكبه اللي هي العجه، معلش هقولها تاني. انا عندي عجه الفول الاخضر، كيلو من الفول الاخضر، كيلو صافي يعني بعد ما احنا خلاص قشرناه وظبطناه. طيب عندي بصلايه مفرومه، حزمه كرات، الكرات يحل محله البصل الاخضر. طيب 5 فصوص من الثوم، حزمه كزبره خضراء، معلقة صغيرة كزبرة جافة، ملح وفلفل، شطة، كمون، زيت وكريمة. الكريمة اختياري، لكن ممكن نكتفي مثلا من غير لبن ومن غير كريمة خالص، وتبقى عجة عادية جدا، مفيش مشكلة برضو خالص، فاللي حضراتكم شايفينه مناسب اعملوه. طيب أنا دلوقتي هبدأ بقى زي ما اتفقنا، هاخد الفول أجرشه جرشة سريعة. بسم الله، كمية كده زغنونة، وبعدين هاخد شويه من البصل الاخضر، عايزه افرمهم معاه، اخد بس طعم كده حلو مع الفول. طبعا لو عندي شويه نعناع هيبقى لطيف جدا، ولكن شويه صغيرين، لو في شويه نعناع يا ريت كده، شويه كزبره خضراء. وبعدين حاضر من عينيا، ناخد شويه نعناع اخضر كده حلوين، او نعناع جاف اللي موجود عند حضراتكم خلاص. وعندي اخدنا الكزبره، خليني بقى اخد شويه من الشطه، حبه حلوين كده، طبعا الشطه اختياري، البصل حط شويه معاهم، وشويه هسيبهم بره كده بس ادي طعم للفول وتست كده. طبعا هحط شويه ثوم هنا اهو خلاص، وهحط شوية من الكزبرة والكمون، وهحط هنا كمان كزبرة جافة،
يبقى حطينا كمون وكزبرة. وهحط نقطة واحدة من عصير ليمون، نقطة واحدة، نقطة بس كده. وطبعا باقي لي النعناع، هنجيبه دلوقتي وهنحطه، او هنحطه جاف على المقادير بعد ما نخلطها ببعض. بصوا بقى، بسم الله. هحط شويه بس من النعناع، اقلب قبل ما اقل، شوف لو محتاج تاني. حلو قوي، حلو قوي ان يبقى ظاهر فيه حتت فول كده. حلو ده بصراحه، الفول ده كمان لما بيتعمل بالصوص، بالثوم والطماطم والصلصه والكزبره الخضراء، تمام. خلينا بقى ناخد القمر ده، الريحه التحفه دي، بسم الله. حط كده بولة. قبل بقى ما اعمل اي حاجة، هاخد البيض الاول، بسم الله. حط البيض هنا واجيب وسك، وهاخد عندي اول حاجة الملح والفلفل. فلفل، احنا حاطين شطة فمش عايزين نزود. شوية ملح، هملحها كويس. انا ما حطيتش ملح وفلفل على الفول وانا بضربه مع بقيه الحاجات عندي هنا. هديله بس ضربه خفيفه كده، خلاص. حط شويه من البصل كده، شوف صغيرين، نونو. وبعدين حط شويه من الكزبره الخضراء، شويه من البصل الاخضر او الكرات البلدي، مقطعينه رفيع قوي، عايزين ارفع من كده، عايزينه مفروم خالص، براحتكم. عندي شويه كريمه، بسم الله. وبعدين هاخد بقى شويه من الفول ده، القمر اللي احنا طرمناه مع شويه المكونات الحلوه دي. خلينا بقى نشوف كده ايه الاخبار. نقلبه بقى تقليبه كده، بسم الله. كده ممكن يبقى مكانها معلقه دقيق ولبن صويا، لبن جوز هند، ينفع اي حاجه، ينفع معلقه دقيق وميه، مفيش مشكله لو عايزينها صيامي مفيهاش كريمه ولا لبن. هعمل ايه بقى؟ هجيب كده الطاجن وهبدا اصب هنا. كده فرن طبعا شغال عندي، عجة عادية ممكن استغنى عن ده واعملها بمعلقة دقيق والعجة التقليدية اللي احنا متعودين عليها خالص. واحط برضو شوية فول كده على الوش هنا عشان ايه يدي شكل لطيف ويستوي في وسط الايه العجة كده. عندنا بقى كمان، يا سلام بقى لو في شوية جبنة، عايزين شويه جبنه موتزاريلا. ده وكام واحده بصل كده، بصوا. هحط رشه، خليني اشيل القمر دي، رشه فلفل خفيفه. و
رشه ملح خفيفه قوي، وهنحط رشه جبنه خفيفه، وهتبقى والله شويه عجه يعني ايه ان شاء الله لطيفه وتعجب حضراتكم. بسم الله اهو، تخلطوها بقى مع المقادير، الجبنه تخلوها كده على الوش اي حاجه، المهم احنا عايزين نبين انها ايه، انه فول اخضر. ورشه النعناع، احنا حاطين النعناع اخضر مع الخليط، او ممكن نحط كمان جاف، فاللي يعجب حضراتكم. طيب حط بس دول هنا، وايه، وهبدا افتح الفرن جاهز بس عشان نحط العجه بتاعتنا اللطيفه دي تلحق تستوي اهي. بسم الله، ادخلها الفرن على حراره بقى 200 او 180 اللي يعجب حضراتكم كده، وهسيبها تاخد اللون وتستوي وتمسك نفسها.